تعمل القوات الأمنية في محافظة الأنبار على إزالة العبوات الناسفة في الرمادية التي تركها تنظيم داعش قبيل انسحابه من المدينة. وقال قادة أمنيون في الرمادية أن المدينة ما تزال خاوية على عروشها بسبب آلاف العبوات الناسفة والمنازل الملغمة التي تهدد حياة المدنيين هناك، مؤكدين استمرار الجهود لإزالتها بالكامل. التفخيخ في كل المناطق، سواء المنازل المواطنين، الطرق الرئيسية، الطرق الفرعية، الطرق النيسمية، البنايات الحكومية، لم يتركوا أي مكان لم يفخخ من قبل العناصر الإرهابية. الغاية من عندها إيقاع أكبر ما يمكن من الخسائر. هي فكرة التدمير، فتدمير كل ما هو موجود على الأرض، فالمنطقة مفخخة بالكامل. بدأت تعالج هذه العبوات، ولكن كثرة العبوات وسعة انتشارها والطرق الذكية الإلكترونية اللي وجدت فيها من خلال حصيرة وحصائر خاصة في شوارع وأزقة وأبنية وبيوت حالت دون الاكتمال أو الانتهاء من تطهير المدينة. ناهيك أيضا عن التعويق الآخر، هو موضوع الإنقاض اللي وجد من خلال التفجيرات اللي حالت دون دخول العجلات والمواطنين إلى دورهم وإلى أزقتهم. أغلب الطرق وأغلب المكانات الموجودة ضمن مدينة مركز الرمادي هي أما تناثر أتربة، وهذا ما يجعل غطاء للعبوات. المهم ان العبوات مو بالسهوله ان تكون قليله، وانما هي بكثره، ونطلب من الحكومه المحليه ان تكاثف الجهود الهندسيه بكثره، ومطالبه الحكومه المركزيه برفد اكثر لجان لتفكيك هذه العبوات وعوده النازحين.